السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللقاء الثاني الثالثة المستوى الثاني من مادة الحاسب الكمبيوتر محمد هتعلم المدمج من كلية كهرباء الشمس. هنشوف نتابع نظم تشغيل الحاسب منين. ندي المحاضرة رقم 2 دلوقتي. مجموعة الأوامر اللي عندي في نوعين من الأوامر، في أوامر داخلية وفي أوامر خارجية. هنتعرف على الأمر وإزاي أكتبه والناتج من تنفيذ هذا الأمر. أول حاجة نوع الأمر الداخلي، استخدم زي الامر لمسح الشاشه. الامر دوت كلير سكرين سي ال اس. طبعا الايه ده والعلامه بتاعت الرقم اللي انت شايفها دي بتاعت الديسك اللي انت واقف عليه، سواء كان هارد ديسك او فلوبي او اي حاجه. امر في مجموعه من الاوامر في نظام التشغيل الدوس تخص بالتعامل مع الاسطوانه زي الامر فورمات. لما تحب تعمل فورماتنج للاسطوانه استخدم مصدر الامر في اعاده تهيئه وتشكيل اسطوانه جديده او اسطوانه لا تحتاج ملفاتها وتهيئة الاستقبال لتسجيل البيانات المقبولة لدى نظام الدوس. الأمر ده نوعه خارجي. صورة الأمر اللي واقف على الدرايف سي، علامة أكبر من فورمات واسم الدرايف A نقطتين. هيجي يطلب مني يقول لي انسيرت نيو ديسك ان ذا درايف A، دخل ديسك جديد. الرسالة اللي هتظهر بعد كده اند ستريك انتر وين ريدي. بعد ما تدخل الديسك هتدوس انتر عشان يبتدي يشتغل. ودي بتفيد انك انت بتدخل الاسطوانه الجديده اللي انت عايز تعمل لها فورماتنج، وبيقول لك دخلها بعد ما تدخل اديني انتر عشان ابتدي اعمل فورماتنج. طبعا بيبتدي يعمل فورماتنج اللي عن طريق الضغط على انتر. اول حاجه هتظهر لك الرساله التاليه الهيد 1 سلندر 0. يعني ايه هيد 1 سلندر 0؟ الاسطوانه الان توجد الرقم امام الهيد يكون امام الاما 0 الاما 1، بينما الرقم بتاع السلندر يا اما من 0 لحد 79. يبقى نفهم من كده ان الهيد ل 0 ل 1 وعدد السلندرز اللي هي الدوائر بتاعتي من 0 لحد 79، يعني 80 سلندر. وبمجرد الانتهاء بتظهر الرساله ديت فورمات كومبليت. الفورمات كانت كملت. فورمات نظر تقول له يس او نو، هتختار واي او ان. واي معناها يس، ان معناها نو. لو قلت له واي يبقى حتى هيقول لك طلع الديسك القديم ودخل الجزء الجديد. لو ادينا له الامر يس هتظهر نفس الرساله الخاصه بوضع الاستماره، دخل الاستماره سوري دخل الاستماره. وبعد كده لو قلت له نو هتظهر البرومبت اللي هي السي اللي انت كنت واقف عليها. الامر ديسك كوبي نسخ، ده نوع الامر ده ايه خارجي. صوره الامر الاي ديسك كوبي اي تو بي، يبقى انا هنسخ من اي ده السورس، البي الديستنيشن، هنسخ من اي على بي. هيقول لي انسيرت سورس ديسك درايف اي، دخل ديسك درايف اي. انسيرت تارجت ديسك درايف بي، الديسك اللي انت عايز تنقل عليه. بريس اني كي وين ريدي، لما تخلص دي ادس اي كاشه اي زرار عشان يبتدي ينسخ. خلاص هيبتدي ينسخ، هيقول لك انا عملت كوبي 80 تراكس سهل 9 سيكتور تراك 2 سلايدز. طبعا يعني كده بيقول ان في عمليه نسخ تمت على 80 حلقه سيكتور في الديسك، كل حلقات المطابعه على وجهين النت بقى البيت بقى الفوقي بتاع. بعد كده هيقول لك كوبي انذر ديسك يس اور نو، هتقول له يس هيظهر الرساله الاولى، حط السورس التارجت في درايف بي. نو هيقول لك اديني البروب بتاعي. ديسك كوم معناها استخدمه، الامر ده بستخدمه عشان اعمل بيه مقارنه ما بين محتويات ملفيه اسطوانتين مع بعض. على سبيل المثال انا واقف على درايف ايه، ديسك كوم ايه تو بي، قارن الملفات الموجوده في ايه بالملفات الموجوده في بي. هتظهر الرساله انسيرت فيرست ديسك ان درايف ايه، انسيرت سكند ديسك ان درايف بي، بريس اني كي وين ريدي. هيقول لي في عملت كومبيننج ال 80 تراكس 9 سيكتور بير تراك واثنين سايز، السايز اللي فوق والسايز اللي تحت وش وده. وبتفيد ان عمليه المقارنه بين الصورتين ثنائيه الوجه، كل وجه عليه 80 سيكتور او 80 تراك وكل حلقه فيها 9 قطاع. بمجرد الانتهاء هيظهر النتيجه كومبير اوكي. كومبير النظر ديسك يس اور نو، نفس الكلام. الامر تشيك ديسك، اختبار الديسك اللي هي سي اتش كي دي اس كي. ده بعمل بشوف المجموعه التشيك ديسك، بشوف البيانات اللي عليه صالحه ولا مش صالحه والمساحات الفاضيه بتاعته فين. ده نوع الامر داخلي. التشيك ديسك بي يعني اعمل تشيك على شيك على ديسك بي. الدايركتري الامر دايركتري، نحول الدايركتري مثلا من ال بي من ال سي زي ما انا عايز. الامر ده نوع من الانواع الخارجيه. ايه داير معناه غير، بي معناها اعرض ملفات في صفحه واحده على الشاشه، دبليو معناها اعرض ملفات واحده ورا. يبقى علامة الاستفهام اللي في النص ادي اول حرفين في اسم الملف ودي اخر حرفين. ممكن بقى يبقى في النص اي حروف اخرى، ولو انت ما انتش عارفها بتحط علامة استفهام. هو هيبتدي يدور على اسماء الملفات اللي تبدا بحرف A B وتنتهي بحرف D E،
في النص بقى مش مشكله، الاكستنشن بتاعه اهو اللي هي دوت ثلاث حروف اكس واي زد، يبقى هيجيب لي اي بي اس دي، لا ملف اسمه اي بي اس دي والاكستنشن بتاعه واي اكس اكس واي زد، اي بي اي دي اي لا ملف اسمه اي بي اي دي اي، خلي بالك الاي بينا مديهم له والدي والاي مديهم، يبقى لا الحرف اللي في النص ده وبرده الاكستنشن بتاعه اكس واي زد، اي بي او دي اي الحرف ده ما كانش موجود لان كنت حاطط مكانه على السفهم والاكستنشن بتاعه، ماشي؟ ده الكلام اللي احنا قلنا عليه، هتتابع معايا في هذا الجزء لحد لما نخلص الوابل بتاع التدرس.